هاي يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. انا عارفة ان على ما الفلوج ده ينزل لكم هيكون عدى ايام كتير قوي على اني ما نزلتش فلوجز، بس ده هيعتبر فلوج الولادة. طبعا هبتدي معاكم من النهاردة لان خلاص ناقص بالظبط 3 ايام على الولادة، بالظبط 3 ايام. النهاردة خليني اقول لكم، النهاردة تقريبا 7 في الشهر، النهاردة 7/5، وانا الدكتور محدد لي الولادة يوم 10/5. النهاردة المفروض ان انا انزل اروح اعمل التحاليل عشان نطمن على الهيموجلوبين وصل لغاية فين بعد حقن الحديد اللي انا خدتها، والمفروض ان الحد هروح للدكتور وهيديني يوم الاثنين احضر نفسيتي وحاجتي ودنيتي والكلام ده كله، والتلات ان شاء الله اكون جوه المستشفى عشان الولاده. تعالوا بقى اخدكم على المرايه التانيه واريكم الابديت. انا فعليا يا جماعه تعبانه جدا جدا جدا، مش قادرة اتحرك، رجلي بتوجعني، كل حاجة، جسمي منفخ ومورم لدرجة ان دبلتي ما بتخشش في ايدي. انا لابسة خاتم، دبلتي ما بتخشش في صباعي اللي كانت واسعة اصلا يعني. المهم تعالوا المراية التانية اوريكم البومب بقت عاملة ازاي. خلاص هنفجر، مش قادرة. بغض النظر طبعا عن الطواقي اللي موجودة على المراية، بس الصراحة مش لاقية لهم مكان احطهم فيها غير هنا. تعالوا بقى اوريكم الابديت. خلاص شكلي بقى على اخري والله العظيم يا جماعة، بجد فعليا مش قادرة، تعبانة جدا جدا. وده الشكل النهائي اللي وصلنا له قبل الولادة بثلاث ايام. انا في الاسبوع دلوقتي المفروض 38 وهبدأ 39 يوم الحد ان شاء الله اللي هو بكرة. فبس حبيت اوصك بس الكلمتين دول، وهاخدكم برضو معايا ان شاء الله وانا بعمل التحاليل اول ما النتيجة تطلع، وهديكم ابديت كده. يعني الفيديو ده هيبقى فيه حتت كده متقطعة لغاية يوم الولادة ان شاء الله. طبعا اكيد الفيديو ده هيكون نزل لكم بعد ما يكون ولدت، فادعولي ادعولي وخلاص. يا حلوين، النهاردة 9/5، الولادة بكرة ان شاء الله ان اراد ربنا واكرم. خلاص رحت للدكتور امبارح وحدد لي النهاردة، والحمد لله الحمد لله نتيجة التحاليل طلعت والهيموجلوبين زبط الحمد لله. انا كنت 8.5، وبعد ما خدت 10 حقن حديد جوه 2 محلول على اسبوعين الحمد لله بقى 11.5، زائد بقى الاكل والتغذية والبنجر والفراولة والكبدة والحاجات كلها اللي بتعلي الهيموجلوبين. فالحمد لله الحمد لله الهيموجلوبين بقى 11.5. النهاردة زي ما قلت لكم 9، وانا نازلة دلوقتي رايحة الصالون اروح بقى ايه نستعد كده للبنوتة الحلوة اللي جاية ان شاء الله، واروح بقى اعمل شعري واعمل ضوافري ورجلي والكلام ده كله. فبس دي ابديتس كده صغنونة عن الاحداث لغاية ما هنروح بكرة المستشفى مع بعض. ومن اول بكرة هيبتدي الفلوج اللي بحقه حقيقي. المفروض اكون في المستشفى الساعة 8 الصبح عشان هندخل عمليات الساعة 10 الصبح ان شاء الله. يا رب يا رب، انا بحاول الهي نفسي على قد ما اقدر، بس ان شاء الله كل حاجة تمشي كويسة وتمشي حلوة وانا بحاول اكون ايجابية. ويلا بينا على الصالون. طبعا مش هاخدكم معايا الصالون بقى، خلاص انتوا حفظتوا المشوار ده، فانا رايحة دلوقتي الصالون. يا حلوين، صباح الفل. النهاردة يوم 10/5، النهاردة يوم الولادة. الساعة دلوقتي تقريبا 7:30 او 8:15، معدنا في المستشفى تقريبا 8:00 8:30 كده. انا جهزت الحمد لله ولبست وخلاص مستعدين. وده الفهودي برضو مستعد. Are you excited? يس هو اكسايتد جدا يا جماعه. اول ما صحينا منه قلت له يلا عشان نجيب دي، لقيته قام على طول في ثانيه. انتوا شو تخيلين هو اكسايتد ازاي. فان شاء الله اليوم النهارده يعدي لطيف وحلو كده. مش قادره اقول لكم ماما متوتره ازاي وقلقانه ازاي، ما نمتش طول الليل اصلا، يعني المفروض هي اللي تطمني اللي قلقانه. فان شاء الله خير وان شاء الله اليوم يمشي حلو. احاول كده اصور لكم على قد ما اقدر لغايه ما اخش اوضه العمليات. فبس كده مفيش حاجه تانية تتقال. ادعوا لي بس اكيد ان شاء الله لو شفتوا الفيديو ده يبقى انا ولدت على خير الحمد لله.
يا حبي ايه متحمس؟ اكيد اكيد. مش قلقان؟ لا. لا والله. ليه حاسك قلقان؟ لا عشان صاحي من النوم بس. طيب يلا بينا. خلاص اللي بص نكد بقى ايه تو ماتش نكد على الصبح. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ نستخدم ايفين. انت عايز تنزل؟ انت مستعجل على ايه؟ دلوقتي خلاص ايفين. طب يلا يلا. اوكي يا حبايبي نزلنا من البيت ورايحين دلوقتي على المستشفى. عادي يا ماما عادي 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 عادي. اكتر واحدة متوترة على الكوكب دلوقتي، متوترة اكتر من اللي عندها بانيك اتاك اصلا. يعني حبايبي دي اوضتي رقمها 310. لا اتفضل. بسم الله. اوكي طبعا فهد سابقنا. اوكي دي الاوضه. اصبر طيب يا فهد انني هتفتح لك. دي الاوضه بتاعتي. خلاص دلوقتي احنا اطمنا على البيبي وسمعنا النبض وكل حاجه وجابوا لي الجاون عشان البسه. وماما هي بتحط لي حاجتي في الدولاب. ودلوقتي قاعدين بنعمل الديكور. إيه الصفحه بتاعتك في منى اسمها ايه؟ صاحبه السعاده صح؟ اوكي هحط لكم الصفحه بتاعتها تحت في الاخر هوريكم شكل الديكور عامل ازاي. بس هي لسه ما ابتدتش، هبتدي اهو دلوقتي احط الديكور. وبس كده هقوم دلوقتي بقى البس الجاون عشان اتحضر للعمليه. بسم الله يا روحي. معلش معلش امشي بالراحه بس. فهد بيساعدهم وهما بيعملوا البالونات. شاطر. اوكي حبايبي حضرنا خلاص اهي حاجة البيبي. افرض ده الجاون اللي انا هلبسه. مستعدين؟ مستعدة؟ ايه الاخبار؟ مستعد؟ جاب الهدية دي وصوروا فيديو. ديالا جابت لك هدية؟ بس انا ساعتي هي بقى 1 hour 1 hour not enough. طب وكنت عايز ديالا تجيب لك ايه تاني؟ مش عارف، مش كانت هتجيبني شوكولات؟ يا you can open this one. افتحي له الدور ده. لا مش هنا. شلتيها يا ماما؟ طب هاتيها له من الثلاجة يا ماما. انا عاوزة شوكولات. افتحها له يا ميشو. فهد اللوك جابت لك كمان الشوكليت. اهي اهي. واو لمي سي وريني فرينو كولكشن. ايه رايك؟ انا هاخد دي ودي ودي. مش انت كنت عايز شوكليت؟ اوكي اوبن وخد شوكليت واديهم هما كمان شوكليت. افتح حاله يا ابني.
اخيرا قدرت اسند نفسي شويه واصور لكم الحلوه. وصلت الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. يا صباح الفل، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا الحمد لله النهارده بخير. امبارح كنت تعبانه شويه، اول ما البنج ابتدى يروح مني كنت جسمي بيترعش بطريقه مش طبيعيه، بس الحمد لله النهارده احسن. الحمد لله الحمد لله. بس الاخبار عندي ديالة مش احسن حاجه. نجيب الكاميرا كده. ديالة يعني جابوها لي بس شفتها مره وخدوها مره تانيه ورجعوها لي وقطعتها وودوها تاني. بعد كده قالوا لنا ان هي نفسها سريع جدا، مش عارفه لازقه الكاميرا فيا ليه كده. قالوا لنا ان هي نفسها سريع وان نسبه السكر عندها منخفضه، يعني مش عارفه يمكن يعني تحليلا كده ان اللبن اللي انا رضعته لها ما كانش مديها السكر الكفايه، فهم مخلينها عندهم حاطينها تحت الملاحظه. طبعا مش قادره اقول لكم بقى انا التوتر قلقانه ازاي، خايفه ان هم يدخلوها حضانه. يا رب يا رب اخدها معايا وانا ماشيه، يا رب يا رب ما اشوفش في اي حاجه وحشه، لاني مش هستحمل ان انا اسيبها وامشي اعصابي تتعب. بس اتقول انا الحمد لله كويسه. كنت خايفه قوي يجيلي بانيك اتاك وانا داخله العمليات، بس استغربت نفسي جدا. كانت ماما متوتره وبابا متوتر جدا وانا عماله اديهم اقول لهم في يا جماعه انتوا بتعيطوا ليه، فالموضوع خرج بره توقعاتي خالص. كنت فاكره ان انا هبقى دراما كوين، بس الحمد لله الكلام ده ما حصلش. اسمها مكتوب ورانا بس هو مش باين لان انا رافع السرير. ابديتس، ظهري وجعني جدا، مش مكان الحقنه اللي هي بتاعه الظهر اطلاقا، مكان ظهري من فوق هنا. وبيقولوا ان ده طبيعي يعني، والنوم عموما تحت المستشفى مش مريح اطلاقا يعني. المهم دي الابديتس. يا رب يا رب يا رب. هم لسه واخدينها مني من شويه لان الدكتور قال لي عايزين نعمل سكان تو سكان عشان بيهدي البيبي، ان انا ابقى مش لابسه هدوم واحط البيبي عليا وهي مش لابسه هدوم، فده بيهدي النفس او بيحسن النفس عندها. وفعليا لما جات لي كانت كويسه جدا واخداها من عندي الحمد لله نفسها حلو. فقالوا لنا نص ساعه كده وممكن يجيبوها لي تاني عشان نجرب ان احنا نرضعها مره كمان وبعد كده نقيس السكر. المهم يعني رايي كتير قوي، بس انا بستغل ان محمد نزل يخلص شويه اوراق اقعد ارغي معاكم شوية. بس انا طلبت منهم انهم يجيبولي بي سي اي اللي هي دي، خليني اوريها لكم فين فين اهي اوكي دي. وطلبت منهم اللي هي البي سي اي لتلات ايام، وفعليا هي فرقة جدا معايا. انا مش باخدها عمال على بطال، يعني اول ما احس ان في شوية وجع بروح ضغط عليها تروح منزلالي شوية بتاع محلول من اللي فيها وبقفلها، وفعليا بيعمل دماغ حلوة قوي قوي. اللي هو تبقي قاعدة كده تروحي عاملة زي بيكون دوستي على زرار كمبيوتر شت داون بعد كده تروحي راجعة تاني. بحاول اهون على نفسي واضحك عشان مش عايزة اتوتر عشان موضوع ديالة، او سميتها ديالة مش عارفة انا قلتلكوا في اول الفلوج ولا لا، بس سميتها ديالة. يعني معنى الاسم هو الارض الخضراء، او في بلد في العراق اسمها ديالة او نهر في العراق اسمه ديالة تقريبا. بس انا كان عاجبني الاسم، حاساه سبيشال وكمان بحرف الدال زي حرفي هو. اتقول مش انا اللي اخترت خالص الاسم، اللي اختار الاسم هو محمد، لان محمد دايما هو اللي بيختاره انه بيقول اوكي، فهو اختار اسم ديالة وانا طبعا عشان بحرف الدال على اسمي فقلت له ماشي اوكي. بس يا حلوين المفروض هيجيبولي الفطار كمان شوية، جعانة جدا 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 فوق ما انتوا تتخيلوا، فهيجيبولي الفطار كمان شوية وافطر وكده. وبس هسيبكم، ولو في اي ابديت هرجع لكم تاني عشان احنا شكلنا النهاردة يومنا طويل. هاي حلوين عاملين ايه؟ الساعة دلوقتي 2، النهاردة 11:05، تاني يوم من العملية على طول. الحمد لله انا بخير. الصراحة البي سي اي يعني
مريحاني كتير الصراحة. مش عارفة احنا كنا بنولد قبلها ازاي. الحمد لله اطمنا على ديالا وقالوا ان خلاص نقدر ناخدها معانا، بس ان احنا في اليوم نقيس لها السكر 3 مرات عشان نطمن ان السكر تمام، بس في احتمالية بنسبة 50% ان هي تاخد لبن صناعي. طبعا الموضوع ده مضايقني جدا، بس طبعا اي حاجة في مصلحتها اكيد مش هنقول عليها لأ. هي هنا اهي، اوكي نايمة، يا رب تزق معانا اليوم. انا رجعت لبست نفس الفستان اللي انا جيت بيه، لان انا جبت فستان مقفول وناسي خالص انها ممكن في العربية تعوز ان هي ترضع او حاجة، فرجعت لبست نفس الفستان اللي انا جيت بيه. قضيت لسه ظهري وجعني، ظهري وجعني قوي بالزيت من فوق، بس اما بقعد شويه واريح ظهري بيبقى احسن، فانا هقعد شويه اريح ظهري على محمد يخلص بقيه الاجراءات. طبعا هو من الصبح متمرمط يا عيني وما نامش غير هم ساعتين بس طول الليل من القلق والتوتر عليها طبعا، بس الحمد لله خير ان شاء الله خير. وبس كده يا حبيبين، يا رب اكون قادره اصور لكم رد فعل فهد اما اروح، بس لو مصورتش رد فعل فهد يبقى اكيد انا كنت هلكانه او هو ما ادانيش فرصه ان انا اصور له حاجه، لان انا فعليا تعبانه. يعني عارفين اللي هو مش تعبانه من الجرح قد ما جسمي محتاج ينام، عارفين كده، لان طول الليل فعليا احنا ما نمناش والله من كتر ما دماغنا شغاله. فبس كده يا حلوين، اشوفكم كمان شويه او اشوفكم الفلوج الجاي، انا لسه مش عارفه.